السلام عليكم اخواني، ان شاء الله طيبين، كيف الامور؟ طبعا الليله يعني كلكم عارفين كان اللونش بتاع اودو 16، وفي ناس كثيره خشت لي في الخاص سالتني قالت لي طيب الجديد شنو في اودو 16. فانا عملت بوست لكن قلت برضو الخص لكم يعني الحاجات العامه الاساسيه اللي انا شايفها جديده في اودو 16. اول حاجه السرعه، هم دايما بالبساطة هم دايما بيقارنوا نفسهم بحساب، فورى انه العملية بتاعت فاتورة مشتريات، كرييشن بتاعت فاتورة بتاعت مشتريات كيف بتاخد زمن وكيف هي معقدة في الحساب، وورى بساطتها في اودو تمام 16. وبنتكلم على انه حتى بعد ذاك قام مشى قارنا لك باودو 15، فاودو 15 عموما على مستوى الفرونت اند، اودو 16 اسرع من اودو 15 على مستوى الفرونت اند ب 2.5 ل 4 مرات، وعلى مستوى الباك اند ب 3.7 اوكي 3.7 مره على مستوى الباك اند. فدي يعني بيرفورمانس بوست كبير جدا، حتى ملاحظه يعني الناس اللي شافوا الكينوت الكليكس شفتوها يعني كانما الحاجه دي وقتي بيحصل لها كول وفيري ريسبونسيف يعني. شالوا طبعا الحاجه الثانيه، قاموا شالوا الاديت والسيف، فالاديت والسيف بقت ما موجوده فبقت تلقائيه، وطبعا من الحاجات اللي كانت بتاخد زمن كتير جدا في اودو انك تعمل اديت تاني، تفتح ملف، تعمل تغيير، تعمل سيف، اوكي تفتح يعني تعديل الريكورد، دائما اللي تعمل اديت تعدل تعمل سيف، يلا دي اتشالت فبقت باي ديفولت يعني ممكن تعدل وطوالي تعمل سيف. لكن للناس اللي برضه داير الفانكشناليتي دي موجوده يعني في زي بطن كده بتعمل هوفر بيظهر لك، فممكن برضه تعمل اديت وسيف كان داير، لكن تلقائيا عادي ممكن تعدل السجل وبتحفظ يعني تمام، يعني ما بيحتاج انك تعمل اديت وتعمل سيف، فدي برضو بتوفر زمن كتير. تاني على مستوى الويب سايت بيلدر والاي كوميرس ابس، وحدوا الانترفيس. تذكروا كان دائما يعني زمان كان حاجه مزعجه جدا يعني تمشي تضغط على البطن الفوق يوديك الباك اند تعدل هناك، لو عايز تعدل حاجه في الاي كوميرس والويب سايت بيلدر تاني ترجع للفرونت اند تشوف شكلها كيف الحاجه دي تقعد تعدل فيها لما تعمل فاين تيونينج، فضيع زمن كتير خلاص كان في الحته دي. يلا وحدوا الانترفيس فبيجي حياة الباك اند والفرونت اند بالنسبه للويب سايت بيلدر والاي كوميرس في نفس الانترفيس اوكي، ما بتتجول حاجه. تاني الويب سايت بيلدر غيروا فيه كتير جدا جدا، دخلوا فيه انيميشنز وريندرينج وحسنوا الديزاين تولز حقتهم، وبيجوا عندك قصه الكاونترز والداشبوردز اللي بتظهر دي برضه بقت تول قاعده جاهزه. للامانه بيجي الويب سايت بيلدر بتاعهم ده كانما هو ويب سايت بيلدر ومعاه زي فوتوشوب ولا ايمج اديتنج تول، يعني بيسهلوا الحكايه كتير جدا، وللامانه اي زول بيجي ممكن يعمل له ويب سايت بالويب سايت بيلدر حقوده يعني. تاني الناس اللي استعملت الرنتال اب، طبعا يعني في ناس كثيره ما اتطرقت لها يعني لانه ما احتاجت، لكن الرنتال اب اصلا كان انا عامل انتروديوسينج في الفيرجنز الاخيره، فبقت اللينك مع الاي كوميرس والويب سايت، يعني عادي ممكن تبيع رنتال سيرفيس عبر الاي كوميرس والويب سايت. ضافوا طبعا تشات بوت بامكانيات بتاعت اي اي، يعني امكانيات حاجه بجد يعني فاسينيتنج، يعني انت بتقوم بتكتب حاجه وعلى ضوء هو بيقوم بيقترح لك اوكي، يعني ما تشات بوت عادي للامانه، في امكانيات بتاعت اي اي عاليه جدا يعني. ضافوا برضو اب جديده سموها النولج اب، والنولج اب دي لينك للدوكيومنت موديول حقهم، وعن طريق النولج اب ده مناسبة ممكن كل حاجات المؤسسة يعني تتحفظ فيها، يعني كمثال كل النولج بيس مثلا اللوائح بتاعت ال HR، ما بعرف البيست براكتس اللي انت شغاله اوكي، مثلا مانيوال حاجات الداري انت مثلا في التسليم والتسلم، لو في الاونبوردنج زول جديد يعرفها كلها ممكن تاخدها هنا، وممكن تكون لينك كمان مع الموديوز الثانية الموجودة في ERP في الاودو يعني. حسنوا كتير جدا في الباركود اب، بقت ابسط واسرع، وهو ذاته بعد ذاك بيقوم بيقترح لك يعني الاب ذاته حاجه عامل عليها لط بيقوم بيطلب منك تدخل اللط تعمل له سكان، هعمل عليها سيريال بيطلب منك تدخل السيريال، وبيمشي بنفس الترتيب الموجود هناك في الديليفري اوردر ولا في الريسيت اوردر. حتى ضافوا تاب جديده في اللوكيشن، يعني حتى ممكن برضه بتعمل سكان لللوكيشن، وبرضه كان داير تعمل تخط الحاجه في باكج برضو الحاجة دي موجودة، هي صح كانت موجودة في الفيرجنز اللي فاتت لكن بسطوها بقت بسيطة جدا، ما بتحتاج ذاتك تستعمل الكيبورد ولا الماوس، انت بالباركود سكانر ممكن تعمل الحاجات كلها يعني. في البروجيكتس اب ضافوا الانفويسنج بيست على المايلستون، يعني
يعني الانفويسنج بيس على المايلستون بقت موجوده وبقت واضحه. بلس طبعا في الداشبوردز والبروفيتابيلتي حقت البروجكت اللي كان بيصير اصلا بالجنب حسنوا فيه اكتر يعني ضافوا له كي بي اي جديده. الاكونتنج بقى يشتغلوا فيه كتير. ومناسبة أنا ما أعرف المعلومة دي يعني عندكم ولا لا، في ناس كتير مطلعة بتكون عندها، في ناس بيكون بس يمكن نسبة لدقيقة الزمن الحتة دي ما مرض عليهم، لكن البيج فور كونسلتنج اكاونتنج ومانجمنت كونسلتنسي فيرمز منهم في كي بي ام جي. يلا كي بي ام جي في يوروب بقت الآن اعتمدت الأودو كواحدة من الاي ار بيز الأساسية اللي بيجوا يستعملوها مع العملاء حقينهم في الحته بتاعت ال انه يعني يراجعوا لهم حساباتهم يعملوا لها اوديتنج وكده تمام. يعني بمعنى اخر جزء كبير من العملاء الاسي بالذات الجداد بيبقوا بيشغلوهم على الاودو عشان يقدروا يظبطوا لهم حساباتهم تمام. ونفس الناحية ده ماشي مناسب في الميدل ايست، يعني انا حاجه سمعتها هسي من قبل مع ونستي مع شباب يعني عموما في الامارات جايين من هناك، انه حتى كي بي ام جي في الامارات مفكرة زي ما كي بي ام جي يوروب خطوة الخطوة دي هي برضو ماشية في نفس الحاجة، وتخيل زي في فاينلايزيشن خلاص يعني. ضافوا في الاكاونتنج الحاجات الجديدة الآتية، ضافوا موضوع الكريدت ليميت، طبعا كلنا عارفين حاجة دي كانت ما موجودة، وعشان تتعامل بكستمايزيشن ولا تجيب لك ثيرد بارتي اب، لكن اصل الحاجة دي بقت موجودة اوت اوف ذا بوكس في اودو 16. ضافوا برضو موضوع الكاش ديسكاونتس، فكلنا عارفين انه موضوع الكاش ديسكاونت ده ما كان فيه اصلا. فكاش ديسكاونت انه لو دفعت حاجة كل المبلغ كله مثلا يقوم يديك نسبة في المية كديسكاونت، وطوالي بتربط مع حساب يعني اوكي، طبعا بيصير كاكسبنس اكاونت هناك مربوطة. ضافوا موضوع ريكيرس اون ترانزاكشنز، فكلنا عارفين في الاصدارات اللي فاتت حقت الاودو عشان هاي تتعامل كان في الموديل الاول طريقه اللي كانوا مستعملينها نفس الطريقه بتاعت الاسيتس ديبريشيشن، بس عدلوا فيها شويه وعملوها، وكانت فيري كونفيوزنج للامانه لناس كثيره. فيلا هنا قاموا عملوا انه لما تكون عندك ترانزاكشن ودايره تكون ريكيرنت، بس تقوم في تاب ثانيه بتعرف انه والله ترانزاكشن دي ريكيرنت وبتاخد الفريكوانسي حقت الريكيرنس بتاعها، بس بكل بساطة بعد ده اوتوماتيكلي بيستنسخها، وحتى ممكن تعمل كونفيجر انه خليك لها درافت ولا يعمل لها اوتو بوست. حسنوا كتير جدا الاو سي ار بتاعهم، بقى اكيوريت اكتر، ما في مقارنة اصلا يعني. وروا سامبلز زمان كانت كيف والايرور ريت، وهسه برضه وروا الايرور ريت قل بكتير جدا، بقى 98% كانوا عن اكيرس بتاع 98%. وال 2% مثلا لو الاو سي ار فشل ما قدر، انت بتعمل بتفتح تيكت وقولوا بعد ذاك بيصمموا تمبلت جديد لنوع الفاتوره اللي رفعتها او نوع الدوكيمنت اللي رفعتها، وبعد ذاك الاي اي انجن طبعا تتعلم. حسنوا كتير جدا. يلا بقى الريكونسليشن تول، الريكونسليشن تول بقت حاجه مختلفه تماما وبسيطه جدا جدا. وبرضو طالما تطرقنا لموضوع الريكونسليشن، كلنا عارفين في الاصدارات اخر اصدارين في 14 و15 موضوع ال ال ال, ال بنك ريكونسليشن بقوا اجباري، حتى انت عشان تعمل ريكونسليشن من ستيتمنت الناس اللي ما قادره تعمل الا تقوم تعمل ورك اراوند. طبعا بس براكتس انك انت اصلا تعمل بنك ريكونسليشن وبعد ذاك تيجي تعمل تسويه للحاجات كده، بتطمن انه حاجاتك في البنك هي مطابقه تماما للترانزاكشنز. لكن في ناس كثيره بيشتكت انها مزعجه وما قادره تستعملها وكده، فقاموا في 16 بقوا اوبشنال تمام، بقوا اوبشنال. لكن انا دائما بصير برضو انه هي مهمه كويس يعني، لكن هنا الان في 16 بقوا اوبشنال، وبقى ممكن ال 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 يعني تستعمله ولا لا، يعني ما بيجبرك انك انت تستعمله، لكن وضحوا موضوع الريكونسليشن، يعني الموضوع بقى بسيط جدا، وحتى الطريقه بتاعت الريكونسليشن بقت مبسطه يعني صراحه. في 15 موجودة لكن كانت شوية كومبلكسي ده، عشان تشرحها ذاته حتى نحن نشرحها للعملاء كانت في يعني بعد زمن حتى الناس دي بيك اب او بتفهم لنا الحتة دي يعني، لكن هنا في اودو 16 بسطوها كتير جدا للأمانة. يلا بقى الاكاونتنج ريبورتس اشتغلوا فيها كتير وبسطوها وخلوها فلويد اكتر ودايناميك اكتر. اضافوا اوديت فيو تمام، كلنا عارفين في الاصدارات اللي فاتت كان بس بالاوديت ريبورت بيديك لها بي دي اف، بس الان بقى في فيو خاص بالاوديترز ودي حاجه ممتازه. برضو من الحاجات المهمه قاموا شالوا الاناليتيك تاك، بقى ما في حاجه اسمها اناليتيك تاكس،
اناليتيك اكونتس حسنوا فيها ادوك طريقه انك انت تحدد اناليتيك اكونتس وتعمل ديستريبيوشن بياناتها. قالوا دي كانت زمان بتتعامل بالاناليتيك تاكس، لكن الاناليتيك اكونتس مربوطه يلا باناليتيك بلان. فبتعمل اناليتيك بلان، بتيجي بتحدد الاناليتيك اكونتس وبتشوف الديستريبيوشن دار توزع كيف اوتوماتيكلي. بعد ذاك مثلا عندك اكسبنس، عندك ريفينيو في اللاين ذاته على مستوى اللاين، حددت الاناليتيك اكونتس بيقوم بيس على البلان، بيزلك من الديستريبيوشن، عملت الديستريبيوشن بيوزع الاكسبنس ولا الريفينيو ده عليهم. حاجه جميله جدا جدا. تاني ضعف، ويلا دي الحاجه الاساسيه اللي بفتكر انه هتخلي اودو 16 يعني تديه النقله بتاعته، انه ضعفه داشبورد اب. في ناس هتقوم تقول لي طيب ما كان في داشبورد اب في الفيرجن اللي فاتوا، اي لكن دي مختلفه تماما، اعتبروا انه دي الداشبورد اب دايناميك مربوطه بالسبريد شيت الموجود في اودو كونفيجرابل الدايره ممكن تعملوا فيها. فللناس اللي استعملوا نينجا داشبورد بيجا زي النينجا داشبورد او احسن، يعني ما تاني ما بتحتاج تشتري النينجا داشبورد عشان تقوم تعمل شغل الداشبورد في اودو، بيجا جاهز اوت اوف ذا بوكس يعني بمستوى عالي جدا جدا. تمام. وطبعا ضافوا حاجه ثانيه يعني ناس عجبتهم، لكن انا شايفها حاجه ما يعني عاديه، اللي هو ضافوا دارك مود. يعني دارك مود كلنا عارفين الدارك مود، طبعا في ناس كتير جدا بترتاح لما الكونتراست بتاع اللي هنا يعمل الحاجه تكون دارك وبعد ذاك التكست يكون لايت، فدي برضو ضافوها. فده بس ملخص كده عن الحاجات الجديده في اودو 16. أتمنى إنه إن شاء الله تكون لكم واضحة. شكرا جزيلا.